زيد تفضل تفضل ما عنده بارك تفضل. الله يبارك فيك اخويا مراتي، الله يكبر فيك. انا ضيعت الاخوه العمراني، هذاك الشيء اللي كاين. الله يسخر. اللهم تبارك الله، الخير موجود، الغنم موجوده، الحرفان موجود، كل شيء موجود. وين الكساب كيعطي كي من جيبه باش كينتج داك، كينتج الخروف والخروفه. المهم ما عندوش شي رباح ولا شي حاجه، راه غير متشبت بيها وصافي. لحقاش كما كتلاحظ كاينين شي وحدين ديال لانوك هنايا. هادو ديال لانوك، ديال هادو لانوك، ديالكم، ديال الغنم ديالكم، ديال الغنم ديالنا. والله قسم الله، الله هما اللي كيدعمونا باش كنتبتو بهاد الغنم هادي. لحقاش كتكون شويه ديال الدعم فيها، وهذاك هما الغنم العادي سنعوان. هادوك الكسابه الصغار اللي ما عندهمش لانوك وهذاك الشيء، كي ما عندهمش مخرج، ما كيكون ما كاين لا دعم لا والو. لانوك تدعمكم، كدعمنا تدعمكم على الخروفة، كدعمنا على الخروفة وعلى الخروف، الخروف على الخروفة وعلى الخروف. تبارك الله، اللهم يسر. وانت غدوزو ان شاء الله، انتوما ان شاء الله نهار 15 مارس غندوزو. غادي دوزو. هادو دابا الخروفات، هادو ديال لانوك. كاين شي حبات ديال لانوك، كاين شي واحد هادو تيمنزا كيما كتلاحظ. هادي البيضه ما الصحراويه، هادي غير عشقناها وشريناها هي وبنتها، وما عندنا خواتات هادو تيمنزا. المهم شت الكوري خاوي هنايا دابا، بالنسبه لتيمنزا ما بقاتش هنايا. قتلنا العلف وهداك بعناه، كاين بزاف ديال العلف، كنعلفو بزاف، ما كاينش شي مخروج ولا شي حاجه. مخروج لا، خلينا غير شي حاجه قليله اللي غادي نرشمو. خليتي غير شي حاجه اللي غادي نرشمو، اللي غادي نرشمو يعني خوت هاتي من زاد، خوت هاتي من زاد. ممنوع باش تبيعها؟ لا، ممنوع. المليحه ما كتباعش، يعني كتعاود كتنتج بها النعجه من جديد، كتحيي داك الاصل ديالك، ما كتخليه شي بيع ولا شي حاجه. يعني الاصل ديالك تبقى كتبقى متشبت به، تشبت به. الله، وهادو ديال لانوك هادو. ديال لانو ما عجبوكش دابا ودخلتيهم تاهما تهليتي فيهم ولا لا؟ ما غير صافي الثلج في الجبل وصافي، ما بقاتش الرعايه وبطناهم لهنا ليت يعني. ضروري كنتهلاو فيهم شي شويه باش ما كيكونوش عيانات. وهذا حتى لو بيطلق لها الفحل وهذه ما كت طرو طاراش كتدي الحليب في البلاصه، ما في البلاصه غير ما كتعطلوش. دابا هادو مازال ما تقتلوهمش الحليب؟ لا لا، مازال حتى حتى شهر 5 ولا شهر 6 عاد كنطلقوا لهم الحوت. حتى شهر 5 عاد حتى شهر 5 عاد كنطلقوا لهم الحوت. يجيب الله التسع. اللهم امين. هاد الخروف هادي بيت الوجه، ما هي ما هي غير سقناها وشريناها. صحراويه، صحراويه ما با من لانوك، سلالة تيم حديث. ما با من سلالة تيم حديث. تبارك الله، عطات هاد، عطات هاد البرقية هادي حمر وبيض. حمر وبيض، تبارك الله، اللهم يسر. اللهم امين. دابا باش توصل هاد النتيجة هادي، واش ساهلة زعما باش توصل هاد النتيجة؟ وصعيبة شوية بالنسبة للألاف، راه خصك تعطي الألاف مزيان، والألاف غلا. وبالنسبة للآخر كنا كنديوها ب 1400 1500، ولينا دابا كنديوها حتى 2800 2600 حتى 3000 كتوصل بعض المرات. وبالنسبة للسيكالين كنا كنديوه ب 7000 8000 القنطار، ولينا كنديوه حتى دابا 11000 10000 و500 كل نوع والمنتوج ديالو بالسيكالين اعلى في المركبه. ولينا كنعتمدو غير الاعلاف والبال بزاف. لحقاش هادي ماشي بحال السنين، سنين كنا كنعتمدو على الرعايه، كيكون الخير موجود. هادي شي عوامات من 2020 واجي لهنا، شو ولينا كنعتمدو غير الاعلاف، كيكون شويه ناقص العام، والحمد لله ما يخص خير ان شاء الله. وكما كتلاحظوا داك الفلوك اللي شفتو قبيله مع مهدي، راه كنعتمدو غير على داك القسيل دابا تقريبا،
لحقاش كيما باش تزرعوا باش تخدموا، راه بزاف ديال الخدمة، بزاف ديال الصاير، بزاف المازوت كيما كتلاحظوا غلا طلع، بزاف ديال الصاير ما كتكونش شي زعما الكساب راه مضرور بزاف، ما عندوش شي ربح، وهو راه كيبيع بثمن زعما راه ماشي شي ثمن، ما كنقدوش نهاجر. ما كتلاحظ في ذاك العام ديال فاس فاش وقعت شويه ديال المشاكل، المهم ما بقاش الكساب ما كيخاف يغامر براسو ويديله القاطع ديالو وداكشي، ولا كيبيع غير هنا في الاسواق ديالو اللي مولف مع البشر ديالو، كيجي البراني ديال تما اللي قاد كيدي باقل ثمن وكيضاعف الثمن تمايا، بحال لا دا الخروف 25 كيبيعو تما ب 40 45 44، والكساب هو راه ما كيبيعش بشي ثمن غالي ولا شي حاجه، راه كيبيع غير بحال دابا الخروفه بحال هادي دايره 17 18، حتى مسكين هو راه قهرو غير العلف والمعيشه، راك عارف دابا كيما شتي الجبال وهداك راه ما بقات فيهم لا رعايه لا والو، كيعتمدوا الناس غير على العلف والبال، ما كيعتمدوش على ما بقاش ما بقيناش كنعتمدوا على الرعايه، وهادي اللي زرع شي يغسل بكري كيطلق دابا فيه الغلم، اللي ما زرعش مسكين كي لا يحصل العوان كيعطي غير البال و شي حاجه اللي بقى المفروض بحال دابا انت وفرتي جلبانه هي مم. ها هذه ديالكم ايه جلبانه جلبانه ديالتنا، واللي موفر شي حاجه كيعطيها، واللي ما موفرش مسكين كيشري على حساب العام على حساب الشتاء، على حساب العام وعلى حساب الشتاء، بحال هاد العام هذا البال وصل 1200 حتى 1400 الفوراج، والتبن وصل من 600 700 حتى 800، مسكين الكساب مضرور، اكثر ديال الجبال مضرورين بزاف، ماشي شويه ولا شي حاجه، قاس عليهم شويه الحال لحقاش الرعايه والبرودات، وما مقادش عندهم الجو، بحال بالنسبه للجبل جبل عبري تما الكساب قاس عليه شويه الحال، ما كيخرج نهار وكيجلس سيمانه، ولا كان الثلج ولا الشتا لا ما كتخرجش تاكل الثلج، بالنسبه للماء باش كيوصلوا تما كيوصلوا ب 6000 الكاميو ولا 7000 ولا شنو داير مع مول الكاميو، كل شيء صاير الماء بالصاير، لا لا ما كاينش الماء بالصاير، العلف صاير، كل شيء كيتقيد، النعجه مسكينه شحال قدامها تعطي، صافي الكساب الصغير غير متشبت بالنعجه كما قلت لك، على حساب لانوك لحقاش لانوك دعماتي والحمد لله والشكر للناس ديال لانوك، والحمد لله والشكر للناس ديال لانوك كيدعموا الكسابة الصغار ما كيخليوهمش، الحمد لله ما يخص خير ان شاء الله. شكرا سي اسماعيل على خطيك، شكرا على البلوك ديالك، الله يبارك فيك، تبارك الله عليك، موعدنا ان شاء الله بلوك جاي ان شاء الله، نشوفوا الخروفات كاملين ونشوفوا الحوالي ان شاء الله، باي سي الله اللهم باي امين. جبتي سي